وقعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة بين مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في المملكة وجمعيات الأعمال الأردنية، وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتحسين معدلات النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة وتطوير القدرات التقنية والإدارية داخل المنشآت الأردنية. هاي الهدف من الجمعية من المبادرة هو تطوير خطة عمل وتمويلها لدعم القطاع الصناعي في هذا في إطار تشجيع الصادرات، في إطار تشجيع المبيعات، في إطار تطوير الموارد البشرية، في إطار تطوير أدوات التسويق الإلكتروني. احنا سعيدين بتوقيع هاي الاتفاقية، اتفاقية بيننا وبين جيد، وبرعاية الاتحاد الأوروبي نكون احنا احد الشركاء الرئيسيين في دعم هذه المبادرة، مبادرة تحسين بيئة الأعمال، تحسين الشركات الصغيرة والكبيرة، تحسين أدائهم، تحسين إنتاجيتهم بكافة الأوجه، سواء شركات بكافة قطاعات الإنتاجية، الصناعية، الخدماتية.